صباحنا مكمل معكم مشاهدينا بفقرتنا الحوارية الأخيرة اللي حنحكي فيها أكيد، ونستضيف صوت جميل لشاب موهوب عم يشق طريقه بمجال الفن. بدنا نقول صباح الخير لجعفر حسن. يسعد صباحك جعفر. الله يسلمك. يا هلا بك. صباح الخير جعفر. صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله بخير. بدنا نبلش معك بغنية هيك لنا وللمشاهدين. ايه من عيونك. ساعة وتغيب الشمس، ساعة ويجينا الليل، هم راد لهم دمع ومنين اجيب الحيل. روحي حمامة صفت وبيت اهلي الدور، اشتاقيت لامي انا والخبزة التنور. ولو رحتي بتضل بقلبي وبعيوني كمان، وعشفافي اسمك يا حبي بيغرد عشقان، وعبالي بتبقى عبالي يا أجمل إنسان، ويا نجمي بتضوي الليالي وبتشعشع حنان، وضل يغلي يا قمر الزمان. شكرا لك جعفر. يعني خبرنا اكثر، ايمت بلشت بموضوع الغناء؟ كيف كانت البدايات؟ والله البدايات كنا يعني بتعرفي بالمدرسه ونطلع ونروح، وطلعنا بالمركز الثقافي كذا مره يعني. ايه طلعنا. مين قال لك اول مره صوتك حلو؟ هلا انا كان ابي الله يرحمه استاذ، اول شيء استاذ مدرسه هو، وكان يعزف اورج. فمن يعني في كان في جو موسيقى بالبيت، عرفتي كيف؟ هيك اكثر شيء، فبنعزف الاورج، اقعد جنبه دندن، هو كان شوي صوته حلو كمان، يعني فينك تقولي شوي وراثي وطورناها يعني. تعزف تعلمت عزف؟ لا ما بعزف انا، بس عود. ايه هيك شوي بتدندن على العود يعني. انما اخترت مجال الغناء اكثر. لك تمام. هلا بدنا نحكي، يعني بلشت بهيدي الاغنيه اللي هي شبابيه، خلينا نقول. اي طبعا. كشاب انت بمين بتتاثر؟ شو نمط الغناء اللي بتحبه؟ والله هلا جورج والسوف، الاستاذ جورج والسوف ووديع الصافي، يعني هدول ماني يعني. بعدين 27 سنه شو بده يسمع؟ اكيد ما راح يسمع يعني شغلات، عرفتي كيف؟ يعني جورج والسوف، هلا عندك وديع الصافي، نصيف حلو صوته، يعني كل هدول اساتذه كبار يعني. في اصوات جميله يعني شبابيه جميله، في اصوات طبعا، في حتى اغاني حلوه كمان. حتى نوار الحسن في قربه بيني وبينه بس بعيده شوي، عرفتي كيف؟ فهيك يعني. نوار الحسن هو مطرب سوري لادقيه، بيغني اغاني شعبيه. تمام، بيغني الاغاني الشعبيه اكثر. ما من لادقيه، هو من ضياء حمص، هو تمام، هو بيغني اغاني شعبيه اكثر ما انه اغاني طربية. هو النمط الشعبي اكثر شيء يعني، عرفتي كيف؟ سمعنا شيء شعبي او هيك يعني. عليك الناس تنافسني، طمني بحبك حسسني، يعني سوي قلبك دولة وبهاي الدولة جنسني، دولة بها أنا الحاكم، أنت منها وكل العالم، إلا صير بحبك هتلر دكتاتوري وأكبر ظالم. هي يعني فينك تقولي على الشعبي وفلكلور بنفس الوقت يعني، عرفتي كيف؟ تمام. بنشوف هلا كتار بيعتمدوا لينتشروا اكثر على مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحاتهم الشخصيه بينتشروا يعني. جعفر انت اليوم كيف عم تحاول توصل صوتك، توصل موهبتك هيدي للناس لتنعرف اكثر؟ موهبتي بالناس، هلا انا فتك بشغل، انا كنت عسكري وتسرحت، فكان يعني بتعرفي جو العسكريه، اقعد غني لنا، اقعد هيك وعلى صوره من هون وفيديو من هون، وهيك عم ينشروها يعني على صفحاتي على المحبين يعني، وهيك عم نبلش. وبعمل حفلات كل خميس، انا عندي هيك عود وما عود. تمام. هلا هون دخلنا بمجال يمكن العمل بقى. صار ممكن يكون عملك هو الفن يعني، هو الغناء، ولا لسه ما وصلت لهذا المرحله؟ لا هي كانت هوايه اول شيء. هلا عملي اكيد مو الغناء يعني، اذا بدي اقول لك انا مثلا حياتي الشخصيه، مثلا انا معي شهاده حلاقه من غير اسس الدراسه، عرفتي كيف؟ فبطوره، بس انا عندي اياها هيك، كيف بدي رغبه انه تحدي. أو ومكان أو مناسب هو محل الحلاقة لحتى الواحد هيك يدندن فيه كمان. ايه هلا وين ما كان فينا الواحد يدندن، بالسيارة يعني، عرفتي كيف؟ عادي.
فلا اكثر شيء انه حابب اني اوصل، مثل صار تحدي بيني وبين حالي مثل ما بيحكوا هيك، انه حابب توصل انت تنتشر اكثر يعني. طبعا هلا ما في حدا ما بيحبك اكثر جعفر، يعني يكون في عندك شيء خاص فيك بتفكر انه يوما ما جعفر يعمل اغنيه خاصه فيه تنتشر بين الناس. طبعا عم تسعى لهيدا الموضوع؟ طبعا طبعا. شو ممكن انت يعني اللون الغنائي اللي ممكن انت تمشي فيه؟ هلا انا اللي استلمني الاستاذ علي الحداد، معروف هو، عرفتي كيف؟ فاستلمني فترة وكنت أنا شوي يعني بالعسكرية وما عسكرية، فهلا عم نحاول نطور هالموضوع، خليك بس فضي حالك، نحاول نطور هالموضوع. يعني المقصد هون إنه أنت تتجه للشعبي أو ممكن لا ما شرط مطرب، ما إنه أو أغاني شبابية طرب. مطروقة ممكن يعني هلا هو اسمه طرب، وقت أنت بدك تيجي تحضري حفلة أو مناسبة أو شيء ما فيك أنا أغني غير ببرنامج معين يعني طربي شعبي هيك، ف لازم المطرب يغني كل شيء مو انه بس. ولكن انت وين بتشوف حالك بأي بالعراقي؟ والله بشوف حالي اكثر شيء. سمعنا تمام. يا حمام الدوح، يا حمام الدوح وش مالك تيوين، وانت ربع الليون هنيت مو بس انت اللي يمر بيك الحزن، انا حزني من الصغر ربيته علماني على السكاير وتتن وبيا يشرب لو خلص باكيته. وهيك مبلش. صعبه اللهجه العراقيه؟ لا مو صعبه، بالعكس حلوه. يعني اللهجة حتى للواحد يتقنها ويعرف. هلا يا حمام الدوح هي عراقيه بس بلدي شوي. يا حمام الدوح هلا في احيانا عراقي ما فيك تسمع مثلا شكون ومشكون وهيك، حتى ما مفهومه احيانا الكلمات يعني، فبدك تدقق كثير لحتى تعرف انه شو الكلام. بس هي لا بس لا هذا الكلام ظريف يعني، عرفتي كيف؟ سهل. ما انه هلا في كثير اغاني عراقيه صعبه حصرا يعني. تماما. بدها تدريب يمكن القصه، اي غنيه بدها تدريب، كيف عم تشتغل على هذا الموضوع؟ هلا انا اول شغله ماني دار السولفيج، يعني كيف ماني دار السولفيج؟ هلا انا مثلا اذا غيرت الاورجات اللي معي بالحفله، اذا قال لي اعطيني شيء على الري على الفاء ما كنت، فالاستاذ علي حداد قال لي ما بيصير جعفر، انت فايت الموضوع لازم تكفي فيه، وهلا عم نتدرب على هالموضوع. في مراحل بمر فيها الشخص لحتى ينتقل من مرحله الموهبه لمرحله المطرب مثل ما ذكرنا. صحيح. ويتقن جميع الوان الغناء اللي هو بتناسب صوته. طب انت هلا حاليا وين؟ يعني بهيدا المراحل وين بتعتبر حالك؟ لسا مبتدئ فينك تقولي، ماني هل يعني هالصاعد يعني، فينك تكون مبتدئ بالنسبة لغير كتير كتير مبتدئ. وين حابب توصل؟ حابب تكون يعني بمجال الغناء ولا حابب تخليها هواية متقنة بس؟ لا حابب تكون إن شاء الله، بس أول شيء كنا الدراسة بتعرفي أنت، فموضوع الدراسة كان أهم أول شيء. نشوف هلا بالمحاماة ما مشي الحال بدنا نكفي، بس بدي طابع فيها كهواية بعدين بدي حاول وصل أكتر وأكتر يعني. حلو، اكيد بتمنى لك كل التوفيق. خلينا نختم سنة بمقطع هيك صغير على نختم حلقتنا كلها. تفضل على ذوقك. قال يا وجه الملاك انت حبيبي، مين اللي خلاك يا ظالم تهجر قلبي؟ يا اغلى البشر يا بدر اكتمل قلبي 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 قلبي، آخ يا معزمني أسمر وأكحال مغنج مدلال، هذا الحبيت يا ناس كامل مكمال مثله مثل غزال شارد بالجبال، ألف خيال وصياد عنه يتمرجال، هذا الحبيت يا ناس كامل مكمل. شكرا كثير لك، ونتمنى لك كل التوفيق. بتشكركم انا كمان على الدعوه اللطيفه، وعن جد يعني هالقناه انا كثير بحبها وبتابعكم من زمان انا يعني، وشكرا كثير لكم وشكرا لك. نورت صباحنا، اهلا وسهلا فيكم، بتمنى لك مستقبل واعد، صوتك جميل، نورت صباحنا، اهلا وسهلا فيك.